أما دلوقتي فنبدأ بخبرنا الأول من مجلس الوزراء اللي وافق على مشروع قانون للتصالح في بعض مخالفات البناء. ده في إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء اللي أصبحت ظاهرة، ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عنها، وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضاري ومنع التعدي على التراث المعماري والأثري وفق ضوابط معينة. مشروع القانون أجاز التصالح في الأعمال اللي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، بما في ذلك حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا بعض الحالات التي من بينها الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على أراضي خاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وأخيرا البناء على الأراضي الزراعية.